كانت أمنيته أن يشاهد لحظة تتويج بطل العالم لكرة القدم، فغيبه الموت قبل ساعات من تلك اللحظة. كان ذلك في منشور للشهيد رائد الطربوشي على صفحة فيسبوك: ربما لا تمنحنا الحياة فرصة لنقول ما نريد ولا لتحقيق ما قلناه. أخي الشهيد كان إنسان محبوب ودود، يعشق الحياة، بعد مقتبل العمر ما متزوج لحد الآن، كان هو على وشك الزواج إن شاء الله، وكانت عنده أمنية قبل بدء كأس العالم أنه يشوف ميسي متوج بالكأس، وانتظر هاي اللحظة ساعة بساعة. شاءت الأقدار أنه المباراة النهائية يوم 18، وهو ينتظر تجي الساعة 6 العصر حتى تجي اللعبة النهائية، وإذا يدر القذرة اغتالته بكل برودة. فأنا أناشد الحكومة أن تقضي على جميع بؤر الإرهاب. إحنا نقدم شهداء ما عندنا مشكلة، العراقيين قدموا ما قدموا من شهداء، لكن على الحكومة أن تضرب بقوة هاي المناطق الرخوة اللي كل فترة يجونا مجموعة من الشهداء. عملية إرهابية ذهب ضحيتها الشهيد الطربوشي ورفاقه من أهالي قلعة السكر شمال الناصرية، حيث طالب ذوي الشهيد بمعالجة الثغرات الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري لإيقاف نزيف الدم العراقي، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية التضحيات وإنهم على أهبة الاستعداد للذود بأنفسهم من أجل الوطن. هل قدرنا أن ننزف دائما ونستمر بهذا النزف؟ سمعنا بلجنة تشكلت، وسمعنا بأناس مترفون هم الآن يشاهدون مباريات في كأس قطر وهناك دماء تنزف. نعم، لجان تحقيقية، أين هي خلاصة هذه اللجان؟ استشهد الكثير من شبابنا، راحوا كثير، فقدنا الكثير. هل هناك من تصرف كبير يتناسب طرديا مع ما نفقده؟ مو مرة ومرتين تكررت، في سبايكر ترك قبل سبايكر بعد سبايكر، إلى متى؟ يعني لو معركة مثلا على السواتر ممكن دورية تؤدي واجبها ويذبحون كلهم بدم بارد، ثم نطالب بتنفيذ أحكام القضاء العادل، يعني واصل إلى الدرجة القطعية أحكام، وسجن الحوت مليء بالعشرة آلاف 15 ألف، ليش ما ينفذون الإعدام؟ شنو السبب؟ ويبقى هاجس الموت والشهادة يلاحق العراقيين في كل مكان وزمان، لا لشيء، لأنهم عشقوا بلدهم الذي ضحوا بأنفسهم من أجله. شهيد تلو شهيد، هكذا اعتادت محافظة ذي قار أن تضحي من أجل البلاد، ولكن يبقى سؤال الأهالي: إلى متى نضحي من دون الكشف عن الجنات؟ لقناة التغيير الفضائية، سلام السرهيد، ذي قار.